عيلك معاك يا ابني. بعد ما سيادتك هتشرفنا هنا هننزل على صالة الخدمات اللي هي فيها السيرفرات ثم المركز أو الجزء اللي التعافي من الكوارث. تفضل. هنا فندم بيبقى في قاعات اختبار وتوثيق للبيانات ثم في قاعات للتدريب بيبقى فيها جميع الجهات اللي هي جميع الجهات الدولة. الحكومية والدولة ممثلة فيها عشان دي بتدي خدمات حكومية. عامل حروف فندم مدير المشروع وهعرض على سيادتك فكرة عمل المركز. المركز فندم تم تنفيذه في نص المدة من خلال الخمس محاور الرئيسية تم تنفيذهم بالتزامن. المركز فندم المحور الأولاني كان المحور الإنشائي اللي احنا رعينا فيه البعد في تصميم وبعد الحضارة المصرية والبعد التكنولوجي اللي نظر لطبيعة العمل اللي موجودة في المكان. المحور الثاني كان المحور الفني اللي احنا ابتدينا تجهيز البنية الفنية للمركز من خوادم ووسائط تخزين وأجهزة شبكات بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكرة العمل اللي هي فكرتها تجميع البيانات من مصادرها المختلفة زي مراكز البيانات المختلفة بعض الصناعات المختلفة زي بيانات الحركة للصادرات والوردات اللي جاية من المواني، بيانات المنظومة الصحية، بيانات التشغيل لمنظومة النقل، بيانات الطاقة في الكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجودة في مراكز السيطرة على مستوياتها المختلفة. المركز فندم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكة الوطنية. اللي بعد ما يتم التجميع فندم في المركز بيقوم المركز باستخدام منصات الذكاء الصناعي ومنصة البيانات تحليل البيانات الهائلة بمعالجة البيانات ووضعها في صورة تصلح للاستخدام سواء كانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخذ القرار. المحور الثالث فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشرية علشان يكونوا قادرين على إدارة العمل داخل المركز وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثة لسه داخل مصر وداخل شمال أفريقيا. دربناهم على ثلاث مراحل، مرحلة تدريب نظري وعملي ثم تعايش في بيئة تشغيلية مشابهة للبيئة اللي احنا موجودين فيها. المحور الرابع وباستغلال الكوادر البشرية اللي تم تدريبها والقدرات الهائلة للمركز تعاوننا مع أكثر من جهة علشان نطلع بمخرجات تحقق الأهداف بتاعة هذه الجهات في استخدام القدرات الهائلة اللي موجودة في المركز. ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك أثناء التفقد سيادتك هتشوفه وبعض الخدمات الأخرى برضو موجودة. المحور الخامس والأخير هو اللي أنا عشان خاطر أقدم الخدمات لكن لازم في تنظيم للعلاقة بيني وبين الجهات المستفيدة وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذية
وسياسات الاستخدام بتاعة الحوسبة السحابية اللي هي موجودة أمام سيادتك. هي دي فن. فدي فيها الشرح التفصيلي لكل السياسات الاستخدام والتنفيذ للحوسبة السحابية. يعني تحت أمر سيادتك وسيادتك تفقد الخدمات الموجودة فن. مهندس عبد المنعم راشد، مركز الحوسبة السحابية البي 1. هعرض على سيادتك يا فندم ايه هو مركز الحوسبة السحابية البي 1 وبيتكون من ايه وايه الخدمات اللي بيقدمها. المركز هو اول سحابة وطنية مصرية بتجمع بين مراكز البيانات التابعة للوزارات لتحقيق اقصى استفادة من البيانات، وده هيساعدنا على سرعة التحول الرقمي باحدث التقنيات. المركز متقسم لثلاث قطاعات هم السي والجي والبي لتقديم الخدمات الاكثر خصوصية والخدمات الحكومية وخدمات للمواطنين. المركز بيقدم خدمات بنية أساسية مختلفة من حوسبة وتخزين وشبكات وقواعد للبيانات ومخازن للبيانات الضخمة، بالإضافة للخدمات الأكثر تطورا زي خدمات الذكاء الاصطناعي وخدمات تحليل البيانات الضخمة، وهنعرض على سيادتك أمثلة عملية لبعض التطبيقات خلال المعرض. المركز وفر لنا مميزات جديدة فندم ما كانتش موجودة قبل كده. أول وأهم ميزة أن المركز قادر يستضيف بيانات وتطبيقات الهيئات والوزارات، ده هيخلينا نقدر نعالج ونحلل البيانات دي بخصوصية وإدارة مصرية بدلا من اللجوء لسحابة خارج مصر. بالإضافة فندم قدرت أعمل تبادل البيانات بين الوزارات بشكل أكبر، بقى عندي وحدات تخزين ضخمة، قدرت أستفيد من خدمات الذكاء الاصطناعي وبنستخدم أحدث آليات التأمين السيبراني. طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم تم الانتقال من مراكز البيانات النمطية لتكنولوجيا الحوسبة السحابية، فكان بيواجهنا بعض الصعوبات والمشاكل في مراكز البيانات النمطية، مركز الحوسبة السحابية حلها. أول حاجة فندم إن المستخدم قدر يتحكم في الموارد بتاعته زي وحدات التخزين ووحدات المعالجة والخوادم عن بعد، ويزودها ويقللها بطريقة آلية وبسهولة على حسب استخدامه. قدرت أعمل مشاركة لمنصات الذكاء الاصطناعي والموارد على جميع المستويات، بقيت بقى أقل عدد من المعدات والخوادم أحقق منها أقصى استفادة واستغلها الاستغلال الأمثل، وده بالتالي قلل التكلفة. بقى عندي أنواع حوسبة متنوعة اللي بتعتمد على احدث تكنولوجيا المعالجات زي الجي بي يو والام بي يو. الجي بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في العمليات اللي محتاجه قدره عاليه في المعالجه زي التطبيقات الهندسيه، واحنا استخدمناه بالفعل في مشروع تحليل البيانات الوراثيه. والام بي يو هو معالج قوي بنستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. عشان اقدر يا فندم احقق كل اللي انا عرضته على سيادتك من خدمات وتطبيقات بيقدمها المركز، كان لازم اعتمد على بنيه تحتيه قويه تضمن للمستخدم جوده واستمرار الخدمات اللي احنا بنقدمها. عشان كده تم الاعتماد على شبكه الياف ضوئيه بسعه 400 جيجا بت بتربط مركز الحوسبه السحابيه بمراكز البيانات المختلفه للوزارات والهيئات، شبكه عاليه الاستقرار وبتقدم خدمه بلا انقطاع وبتعتمد على نظام تشغيل وصيانه ذكي. ايوه امر يا فندم. مهندس ياسر محمد شلبي فندم، مركز الحوسبة السحابية. قدرنا فندم من خلال خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نصمم منصات لتبادل ومشاركة البيانات الضخمة بين الوزارات والجهات الحكومية، وكان الهدف منها فندم هو دعم التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية الرقمية فندم وحوكمة البيانات، وبالتالي تعظيم قيمتها فندم وتعزيز القدرة منها فندم لمساعدة المسؤولين في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية. على سبيل المثال فندم تم تصميم منصات لتبادل وتحليل البيانات لبعض الجهات الحكومية كانت بغرض فندم تجميع المنظومات والبيانات والإحصائيات على منصة واحدة، وبالتالي التغلب على المشكلات اللي كانت موجودة فندم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. دلوقتي فندم من خلال خدمات الحوسبة السحابية نقدر نمكن الجهات والهيئات من مشاركة بياناتها مع الجهات المعنية سواء داخل الوزارة الواحدة فندم أو مع الوزارات المختلفة للوقوف على المؤشرات السلبية فندم وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة بشكل علمي ودقيق وفي أسرع وقت ممكن. وكمان فندم عن طريق تعميم وتطبيق النموذج ده من المنصات مع كل الجهات الحكومية والوزارات نقدر نساعدهم في حوكمة بياناتهم فندم ودعمهم في الإدارة والتشغيل والمتابعة وتقييم العاملين فندم، وبالتالي ينعكس على المواطن في تحسين الخدمات المقدمة أيا كان نوع الخدمة فندم. كمان فندم نقدر نربط مراكز البيانات في كل الجهات الحكومية والوزارات بمركز الحوسبة السحابية، وبالتالي في حالة حدوث عطل مفاجئ أو مشكلة جسيمة فندم في مركز بيانات وزارة معينة لأي سبب من الأسباب، بنضمن فندم استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي جدا وبدون تأثر. وكمان نقدر نمكن البيانات فندم مراكز البيانات في الوزارات من استعادة بياناتها مرة أخرى، وبكده فندم نقدر نوفر التكلفة المالية اللازمة أو نرشدها لبناء مراكز بيانات احتياطية لكل وزارة على حدة.
اخيرا فندم، عشان يتم تبادل مشاركه البيانات الضخمه بين الوزارات والجهات الحكوميه، كان لابد من وضع اطار عام وسياسه واضحه ومحدده لتنظيم وترتيب واداره البيانات واتباع المعايير الدوليه فندم لتامين البيانات بشكل كامل وتصنيفها حسب درجه السريه والخصوصيه فندم، وده اللي قدرنا نعمله فندم في المركز بالفعل. شكرا فندم. تحت امرك. مهندس عبد محمد، مركز الحوسبه السحابيه استخدمنا فندم البنيه الاساسيه للمركز وامكانيات الشبكات المختلفه لبناء وتنفيذ المنصه الرقميه لانتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كان هدفنا فندم ان احنا نعمل توطين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وده تم من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الاجنبيه، وتم بناء المنصه مرورا بثلاث مستويات. المستوى الاول ان احنا فندم استخدمنا منصه تطوير الذكاء الاصطناعي بالادوات المختلفه اللي موجوده فيها ومعالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي لبرمجة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية زي التعرف على اللهجة المصرية، وده نموذج يا فندم دربناه على اللهجات لمحافظات مصر المختلفة نستخدمه في مراكز الاتصال وفي التطبيقات الأخرى، تحليل الفيديو يا فندم بالذكاء الاصطناعي، ونفذنا نموذج للإدراك الجغرافي وتصاميم ثلاثية الأبعاد، وحاليا يا فندم بننفذ نموذج لإدارة المحتوى بالذكاء الاصطناعي بديل لتطبيقات شات جي بي تي اللي ظهرت الفترة الأخيرة وحصل فيها طفرة، بندربه من خلال المعلومات المصرية مصادر المعلومات المصرية، وبيتم معالجة اللغة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة لتنفيذ النموذج. الهدف يا فندم من النموذج تجنب التحيز والتوجيه الفكري الأجنبي لبعض المعلومات المغلوطة بالنسبة للمواطن المصري حفاظا على الهوية المصرية، ونقدر يا فندم نستخدمه في بعض الصناعات للجهات المصرية المختلفة. الخدمات يا فندم اللي احنا نفذناها بنقدر نستفيد منها في مجموعه من المنظومات زي التشغيل والاداره الذكيه للمركز، وده يا فندم تغلبا على مشاكل المراكز النمطيه في عمليه متابعه الاعطال والتغلب عليها وعرض المؤشرات الخاصه بدرجات الحراره داخل المركز، وبالتالي يا فندم نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي للاستخدام الامثل لانظمه التبريد منعا للكوارث. كمان يا فندم استفدنا من خدمه الادراك الجغرافي وتصاميم ثلاثيه الابعاد في منظومه اداره وتشغيل المدن الذكيه، وده فندم نموذج طبقناه على حي المال والاعمال بالعاصمه الاداريه الجديده. المنظومه فندم بتدعم متخذ القرار في متابعه التطورات والتحديثات المختلفه داخل المدن، وكمان يا فندم بتقدر تتابع المخالفات زي البناء الغير قانوني والتاثير على الرقعه الزراعيه، ونقدر يا فندم نستفيد من المنظومه ونطبقها على المدن الاكثر احتياجا للنوع ده من المخالفات. كمان يا فندم طبقنا المنظومه على مدينه سانت كاترين، وفي النموذج يا فندم بيوضح التغيرات اللي تمت من سنه 2018 لسنه 2023 باللون الازرق الانشاءات القديمه وباللون الاحمر التحديثات اللي تمت على مدار الوقت. كمان يا فندم استفدنا من خدمه تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في المنظومه الذكيه للمراقبه تغلبا على مشاكل المنظومات النمطيه زي يا فندم الاخطاء اللي بتسبب فيها العامل البشري في تحديد المخالفات والحوادث داخل المدن، والتكلفة العالية يا فندم لتحديث أنظمة الذكاء الاصطناعي للكاميرات النمطية، فتم التغلب من خلال ربط الكاميرات النمطية الموجودة عند الجهات المختلفة بمنصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي بالمركز. كمان يا فندم بنقدر نستفيد من المنظومة في البحث عن المخالفات اللي موجودة في الفيديوهات اللي تم تسجيلها، وده يا فندم نموذج للمخالفات وجود تجمعات قمامة في الشوارع في المدن. وأخيرا يا فندم استفدنا من منصة تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي في تحسين معدلات الأداء بمطار القاهرة الدولي من خلال دمج المنصة مع خدمات الجيل الخامس، وده فندم بث مباشر من مطار القاهرة باعتباره لمتابعة الأعمال باعتباره أول موقع يجمع ما بين خدمات الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتحليل البيانات. أي أمر يا فندم. شكرك فندم. طبعا يعني اذا كان في ثوره صناعيه رابعه وخامسه على مستوى الصناعه، لكن التطوير الكبير على مستوى الخدمات الصحيه اللي احنا بنسميه الثوره الصناعيه او الخدمات الصحيه من الجيل الرابع، هو بيعتمد بشكل كبير جدا على قاعده البيانات وعلى المعلومات للمريض. كل مستشفى بيبقى فيها ما بين 50 ل 70 تطبيق عشان يقدر يدور عمليه المرضى الداخليين او في الرعايه الحرجه او في الصيدليات او في الاشعه او في التحاليل، كل دي تطبيقات داخل المستشفى الواحده حتى يمكن ان تدار بشكل علمي وبشكل فيه رشاده وفيه ايضا حوكمه. لكن احنا لو عايزين ندير المنظومه الصحيه بشكل عام على بشكل مركزي، يبقى لابد ان يكون هناك مكان لاستيعاب قاعده بيانات
بيانات ضخمة جدا لكل مريض نقدر ان احنا نحمل عليها، وده مش هيحصل الا من خلال مركز البيانات والحوسبة السحابية اللي سيادتك بتفتتحه النهاردة. ده احنا اكتر مستفيدين بهذا المركز، لان احنا نقدر من خلاله بنحمل قاعدة بيانات كبيرة، لكن مش مجرد البيانات انها تتحمل على هذه المراكز، ولكن ايضا الاهم وهو تحليل البيانات. تحليل البيانات من خلال قصية الذكاء الاصطناعي، هنا نقدر نعرف في كل مستشفى في كل دور المريض اللي موجود، واستخدام طبعا انترنت الاشياء نقدر نحن نتابع المريض من خلال اسورة بيلبسها، نقدر نعرف هو رحلة المريض داخل المستشفى فين، ايضا نقدر نعرف قيمة الانتظار في داخل العمليات الجراحية، التردد على اقسام الطوارئ، العمليات الجراحية المختلفة، اقسام المناظير، نستطيع من خلال بعدها ان احنا نقدر نطمئن على حجم الاشغال داخل المستشفيات. موضوع تاني ان احنا نقدر نعمل خريطة صحية لمصر، يعني هذا قاعدة البيانات الكبيرة وهو التكنولوجيا الحديثة في علوم الصحة في العصر 30 سنة اللي جايين، هيبقى في مستشفيات افتراضية، ليس بالضرورة ان المريض يتردد على المستشفى، ولكن البيانات المريض موجودة، نستطيع من خلال انترنت الاشياء ومن خلال قاعدة الذكاء الاصطناعي ان احنا نتواصل مع المريض اللي بنسميه التشخيص عن بعد والتطبيب عن بعد، وايضا نقدر ان احنا نحلل هذه البيانات لصالح المريض. فإدارة حتى الاشعاعات واستخدام الذكاء الاصطناعي ان انا احول الاشعة ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد، واقدر من خلال الذكاء الاصطناعي اوصل لتشخيص ادق كتير جدا مما يتم من خلال العامل البشري. فاذا يعني كم التطبيقات وكم الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة اللي ممكن تتحمل على مركز البيانات والحوسبة السحابية، هو هينقل الخدمات الصحية في مصر نقلة تانية ويبقى في مركزية. طبعا ده بالاضافة الى الاسعاف والرعايات العاجلة والحرجة اللي نقدر من خلالها وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ان احنا نؤمن وجود سرير رعاية وحضانة في اسرع وقت في اقرب مستشفى. منظومة التأمين الصحي كلها فندم ذكية، قدرنا نطبق اللي احنا بنقوله ده على اول مستشفى هي مستشفى العاصمة الادارية الجديدة. التكلفة كام؟ احنا طبعا فندم مع الجهات التابعة احنا بنتكلم على حوالي 30 مليار جنيه لحد دلوقتي علشان نقدر نصل لهذا الموضوع. أوي يا فندم، اشرح لي بقى احنا لو كنا النهارده ال 600 مستشفى اللي عندنا وعايزين نعمل فيها الكلام ده يكلفنا كام؟ ده في أولا استحالة يا فندم من غير اللي اتعمل النهاردة. أولا لأن يعني قاعدة البيانات دي علشان تتحمل كل مريض محتاج يعني ملايين من البيانات اللي ممكن تتحمل عليها، من غير ما يكون في قاعدة نقدر إن احنا نحمل عليها. أيوة يا فندم، احنا مش عايزين نقول كلام عن نفسنا كده ونقول الكلام ده ممكن يتعمل ويتكلفك كام، ولا مش ممكن نقدر يبقى يعني تصور ولكن غير قابل للتنفيذ عشان صحيح العمر. هو احنا فندم طبعا يعني الاول من غير ما يكون في مركز بيانات وفي قاعده كبيره، انا لازم بقى كل مستشفى من دول يوصل لها بنيه تحتيه معلوماتيه، ودي احنا شغالين فيها مع وزاره الاتصالات ومع سلاح الاشاره ومع كل الجهات المعنيه، لازم البنيه التحتيه المعلوماتيه تكون واصله لكل مستشفى او كل مركز طبي او كل وحده صحيه انا بتعمل، وده اللي احنا عملناه في الخمس محافظات التامين الصحي. انتوا شغالين في حاجه زي كده؟ تمام فندم. تمام ايه؟ تمام شغالين فندم بالنسبه للبنيه التحتيه وبالنسبه للمستشفيات. تمام فندم. عملتوا كم مستشفى؟ حتى الان مستشفى واحده سته في مستشفى العاصمه الاداريه الجديده، ورايحين في الفيوم في 7 مستشفيات و11 مستشفى منهم معهد القلب في الفتره اللي جايه ان شاء الله. لحد دلوقتي دول معمولين يا فندم كديمو او كبايلوت من غير ما يكون فيها تكلفه. انا عايز اعقب الموضوع يا فندم، يعني يستلزم اكتر من عنصر. زي ما تفضل زميلي دكتور خالد، الاول لازم نربط كل المستشفيات ببعض من خلال شبكه من الالياف الضوئيه، وده امر سهل لانه احنا شبكه الالياف الضوئيه فعلا بقت منتشره في اغلب انحاء الجمهوريه. المستوى الثاني يا فندم هو البنيه المعلوماتيه او الحاسبات ومعدات التخزين اللي ممكن نستفيد بيها بمراكز البيانات اللي احنا موجودين فيها علشان تخدم على القطاع الصحي. المستوى الثالث هو التطبيقات، لابد ان يكون عندنا تطبيقات قادره على كل المستشفيات. كل واحد من دول تكلفته كام وامتى؟ محتاج ادرسها في فندم ورجالس ادرسها مع دكتور خالد. طبعا فندم يعني احنا عندنا يعني ما يقرب من 700 مستشفى بنتكلم فيها. ال 700 مستشفى حكومي بس يا فندم. انا بتكلم على انك انت المفروض ان الحكومه غير الحكومه. هو طبعا الربط بقى هو اللي بيبقى موجود، لان في مستشفيات طبعا عامله النظام الخاص بتاعها الداخلي، لكن ميزه قاعده البيانات والمنظومه اللي اتعملت انها سهل جدا الانتجريشن او سهل ان يكون في ترابط ما بين المعمول والتكامل ما بين اللي حاصل واللي ايضا مطبق في بعض المستشفيات.
سعر وكلفة الحاسبات مش بس زادت في مصر عشان تغير سعر الصرف، زادت بره كمان. احنا بنتكلم على 20-30% زيادة في سعر الأجهزة، فده هيزود في الكلفة. فاحنا قطعا عشان مثلا المستشفيات الجامعية الوحدية كنا بنقول اكتر من مليار دولار، لو دخلنا على مستشفيات وزارة الصحة ممكن يبقى مليار كمان، عشان كده بقول حوالي 2 مليار دولار. لو دخلنا على القطاع الخاص بقى او طبعا هيبقى موازنة اكبر. الجزء كمان يا فندم اللي سيادتك وجهتنا بيه قبل كده وشغالين فيه، اللي هي الشبكه الحكوميه اللي بيقصدها معالي وزير الاتصالات، ان جميع اجهزه الدوله بتكلم على 35,000 نقطه، احنا دي في كل قطاعات الدوله بما فيهم المستشفيات بما فيهم حتى اللي في المحافظات، ما بنتكلمش على القاهره بس او المدن الرئيسيه، ده بنتكلم على مكتب بريد في قريه في مدينه، دول من ضمن ال 35,000 نقطه. النقطة اللي بنتكلم عليها فندم في البرمجيات، سواء في البرمجيات أو الحاسبات، الحاجات دي موجود منها نسبة كبيرة جدا، والحقيقة وزارة الاتصالات فيها نسبة كبيرة جدا من عناصر ذكية ممكن تربط هنا، فدي هتحتاج برضه فندم الأدوات الذكية اللي يقصدها معالي وزير الاتصالات، إن احنا ممكن نشوفها، نشوف اللي هيتربط بيها منها إيه هنا، ونشوف الحاجة التانية اللي ممكن ما تتربطش ما هي الذكية، ممكن إيه تبقى هي اللي تحت الدراسة. في أفكار تانية؟ هاني؟ هو احنا نستفيد يا فندم من الموجودات الحاليه اللي موجوده، وعايز استغل الموقف هنا زي ما شرحنا على سيادتك فوق، انا بستغل المركز بالنسبه للحاجات اللي ما فيهاش ذكاء اصطناعي، انا بستغل امكانيات المركز هنا، حتى لو في حاجه ما فيهاش امكانيات ذكاء اصطناعي انا ممكن اشغل المركز كانه ذكاء، زي الكاميرا زي ما قلت لسيادتك، لو الكاميرات نفسها لا تدعم الذكاء الاصطناعي في اي جهه، انا هنا سيادتك بشغل امكانيات المركز من الذكاء الاصطناعي وبوفر التكلفه الماليه. دي سيادتك محتاجه دراسه لكل، نشوف متطلبات الجهه وندرسها دراسه تفصيليه كلنا على حده ونعرض على سيادتك التكلفة. يعني انا فهمته وانتم صلحوا لي يا هاني، اللي هاني بيتكلم فيه ان انا اوصل للمستشفيات وهو اللي يقوم بنقل البتاع والعمل عليها ويديها لحد تاني. تمام، اذا كنت انا فاهم كده يا هاني. تمام فاهم عمرو قصدي استغلال امكانيات. تمام، يعني هو مش عايز يعمل في كل مستشفى غير انه يربطها فقط، ولكن نقل البيانات والمظاهرات اللي انتوا عايزين تعملوها وكلام من هذا القبيل المركز يقوم بيها، انا ما اعرفش ده صح ولا لا. تمام يا فندم، صحيح. لازم يا فندم يبقى الربط مزدوج، لازم يبقى فيه مركز رئيسي فيه التطبيقات، ولازم يبقى فيه بديل تبادلي داخل المستشفى، لان لو حصل قطع مثلا في الكابل لاي سبب، اعمال مدنيه في الطريق او الى اخره، ما ينفعش المستشفى تقف. المستشفى يعني خليني اقول، فلازم يبقى هنا وهنا يا عمرو، يعني بدل ما بقول مش هقدر خالص، لا اقدر ابتدي يا فندم، يعني بدل ما هو ما اقدرش خالص، لا طب ما هو لا اقدر ابتدي، طبعا اقدر ابتدي. وفعلا احنا يعني من خلال مشروع التامين الصحي يا فندم، كل المحافظات اللي بدات التامين الصحي، بورسعيد او اسوان او الاقصر، بدات بمكانه كامله داخل التامين الصحي. احنا اللي فاضلنا المستشفيات الجامعيه وبقيه محافظات الجمهوريه، واحنا شغالين في التامين الصحي. كل التطبيقات يا فندم يعني مترابطه ببعضيها، يعني بمعنى صح هناك عرض دلوقتي ان احنا نبقى جهه واحده بس اللي بنتعاقد معاها، بحيث ان هي اللي بتورط البنيه التحتيه، وهي كمان اللي جلب الثلاث شركات الكبار على مستوى الدوله اللي هم بيعملوا التطبيقات الخاصه بالصحه، اللي هي فيها نظم المعلومات الصحيه، واللي هي فيها ملف المريض الموحد، ملف الالكتروني المريض الموحد، يعني بحيث ان المريض اللي بيقدر يكون عنده ملف موحد ومميكن يقدر يروح في اي مستشفى تابعه للدوله بنفس الملف بتاعه، يقدر ان هو يبقى الطبيب بيتعاقد او بيقدر ان هو يطلع على كل الملف الصحي بتاعه، ما يبقاش في تكرار لاشعاعات او لتحاليل وهكذا. الحقيقه النقطه اللي قالها يعني الدكتور خالد دي مهمه يا فندم، لانه لو قدرت اربط كل المستشفيات ببعض، وحتى دخلت معايا القطاع الخاص، انا كمريض لما اجي اتلقى العلاج النهارده من محافظه بكره من محافظه ثانيه، مش هعمل فحوصات من اول وجديد، ده بيكلف الدولة وبيكلف المريض. الأدوية والعلاجات والتاريخ المرضي بتاعي موجود، الدكتور يقدر يطلع عليه، كل صرف الأدوية هيبقى محوكم وهيبقى بقدر العلاج، ما بقاش فيه هدر زي ما موجود في النظام اليدوي. وإعادة الاختبارات وإعادة الأشعة والفحوصات أمر مكلف جدا في تلقي الخدمات الطبية، فده توحيده و تبادله وقدرة كل الدولة على انها تشوفه بشكل مركزي بيوفر جدا في الهدر. هي منظومة التأمين الصحي الجديدة فندم كلها مميكنة، بمعنى صح ان هيئة الرعاية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة الصحية كلها في سواء في المرحلة الأولى اللي فيها 6 محافظات أو المرحلة الثانية اللي سيادتك ضغط عليها ال5 محافظات الجديدة، لكن احنا بنعمله دلوقتي بنشتغل في كل المحافظات بنفس الطريقة، أي مستشفى جديدة بتتعمل بتعملها البنية التحتية من أول ما بنبدأ الديزاين لحد ما ننفذها، بحيث ان المحافظة دي لو دخلت بعد سنة أو 2 أو حتى 3
تبقى جاهزة بالبنية المعلوماتية اللي فيها والمرضى مسجلين سواء في الوحدة الصحية، علشان لما تيجي تتنقل الوحدة أو المستشفى المنظومة التأمين الصحي مجرد ان هو بينقل البيانات عنده على طول، فخلاص عرف تاريخ المرضي لكل واحد بيتردد عليه بيبقى موجود ومميكن. فاحنا بنشتغل في المحافظات الثانيه حتى، لكن بعد انتهاء منظومه التامين الصحي ان شاء الله هتكون كل المحافظات او كل المستشفيات سواء داخل المنظومه في هيئه الرعايه او مستشفيات الجامعه تكون مرتبطه ببعضها. بص يا خالد، بص انت بتتكلم في ثلاث اربع حاجات مع بعض، ده جزء منهم. انت بتتكلم في بنى مستشفى لان احنا بنستكمل عدد الأسر اللي موجودة عندنا طبقا لعدد سكاننا، مش كده؟ هذه واحد، فده تكلفة مالية انت طالبها كوزارة الصحة في مدة زمنية مش كتير، هنستكمل مش نتجاوز العدد. انا بقول كلام يعني، لا انت بتحافظ على النسبة اللي هي اساسا ضعيفة، فانت عايز التكلفة ثم عايز تكلفة تشغيلها بعد كده، انك تطقم المستشفى ديت وتشغلها ودي تكلفة تانية. ثم اللي انت بتتكلم فيه ده، احنا مش عايزين نقول حاجة لنفسنا يعني نقطة مهمة جدا، ان احنا يجب ان احنا تدفق البيانات ده ما ينقطعش، لان تدفق القطاع تدفق البيانات انقطاع بيانات ومعلومات. احنا لما بنشتغل بنيجي نشتغل في الربط، بنشتغل في الربط فايبر ده اساسي، ثم الاحتياط بتاعه بيبقى لينكات مايكرويف. اللينك المايكرويف ده بيشتغل في حالة قطع بس الفايبر لحين الاصلاح، لكن احنا بنفقدش خالص تدفق بيان من جهه، وده اللي احنا لازم نعتمد عليه هنا، واشتغلنا على كده فعلا طبقا لتوجيه سيادتك. احنا ما بنعتمدش على مسار واحد ولا اثنين، احنا بنعتمد حتى على لينكات المايكرو اللي شغاله بيها دلوقتي وزاره الصحه وبعض الوزارات الاخرى زي وزاره الكهرباء ووزاره الطيران اشتغلت معانا بالطريقه دي. والداخليه. سيادتك يا فندم، طرحت سؤال مهم، الكلفه الماليه وازاي نقدر نتغلب عليها. يمكن مشروع التامين الصحي، انت عايز كلفه ماليه وعايز كلفه صيانه اللي عملته بعد كده يا عمرو، مش كده؟ التامين الصحي فعلا من الحقيقه احنا تبعنا فيه يعني منظومه ماليه الحقيقه وفرت علينا كتير. احنا تعاقدنا مع كونسورتيوم شركات او يعني تحالف شركات دوليه هي اللي بنت النظام، واحنا بندفع على المواطن كل سنة بالكلفة تشغيل الخدمة. فده الحقيقة طبعا عافانا من الكلفة الاستثمارية في البداية اللي هي مثلا في حالة التأمين الصحي لن تقل عن مليار دولار شركات تحملتها، وبعد كده هي بتستوفي. هل القطاع الخاص ممكن يقوم بالشغلة دي؟ ممكن. ونشتري منه الخدمة؟ ممكن. لده؟ ممكن. 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 ما اعرفش يا بقى. ممكن. زي ما عملنا فندم في التامين الصحي نقدر نعمل في الباقي. بس يا فندم، هو عمر القطاع الخاص ما يقدر يعمل مشروع اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يعني استوعبه، لان ده فوق قدره اي مشروع او اي حتى تحالفات كبيره. ده مشروع دوله، ودوله يعني دوله متقدمه عشان تقدر تعمل مركز بيانات وحوسبه سحابيه. ممكن ما كناش نقدر فندم نبدا الخطوه ديت الا ما نعمل المركز ده. ماشي خلاص، انا خلاص هنا يعني وصله وخلصناه. احنا عملناه وبنستفيد منه بحاجات كتير قوي، منه المدارس. انا بقول كلام منه الاقسام بتاعت الشرطه كلها، اي حاجه بقى في الدوله انت عايز تشوفها وتتعامل معاها هتبقى محتاج تعمل لها الشغل مع ظروف بناء مش مخطط. ففي فرق انك انت بتعمل مخطط زي مدينه العاصمه او اي مدينه جديده، فانت بتبقى عامل حسابك للموضوع نظم بشكل سهل. لما بيكون الموضوع عشوائيات او مش مخطط بشكل كويس تكلفته اكتر، واحنا جربنا ده في الجامعه وانت بتعمله يا خالد، مش كده ولا يا عمرو؟ كلفكم كام؟ بس فانا مش بقول كده عشان، مش معناه ان احنا مش عايزين نعمله او مش هنقدر نعمله، بس انا بقول كده عشان انقل للناس ان مفيش حاجه انت هتبقى بتشوفها وبتشتغل معاك وتكلفتها ايه بسيطة. في دولة ظروفها مش يعني، بس احنا ممكن القطاع الخاص يشتغل معانا في بناء التطبيقات وبناء المنظومة وياخد مننا زي ما عملنا في التأمين الصحي. التأمين الصحي احنا بندفع على المعامل، هو بيشغل. احنا جاهزين هنا فندم برضه ان احنا يعني نستقبل خدمات القطاع الخاص برضه. انا عارف اللي يعني اللي ممكن نعمله هنا دلوقتي، لكن انا بتكلم على حاجة تانية خالص. ازاي بقى نستفيد بقى باللي احنا عاملينه ده حاجات زي لان احنا لو وصلنا لكده ممكن حد بيسمعني دلوقتي يقول لك ايه، طب هو انتوا يعني
قدرتوا في التشغيل بتاعكم في المستشفيات تصلوا الى حالة مرضية عشان تقولوا النهاردة احنا هنعمل وممكن سيادتك القطاع الخاص زي ما سيادتك امرت كده ياخد الجزئية بتاعت النهايات الطرفية لان انا عايز اقول لسيادتك على حاجة مهمة جدا يا فندم. احنا لو بنحط الخريطة الصحية لمصر يعني انا لو يعني عشان يبين بس أهمية التطبيقات دهيت في 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 اتخاذ القرار او في دعم اتخاذ القرار. لو انا عايز ابني مستشفى جديدة في محافظة لو انا ما عنديش قاعدة بيانات واتعملت ليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي واقدر ان انا احلل البيانات دي عشان اشوف نسبة الفشل الكلوي مثلا في محافظة ازيد من محافظة تانية وبالتالي ببحث من خلال ايه الاسباب اللي ادت الى زيادة انتشار هذا المرض او مرض وبائي او مرض ضغط الدم من خلال قواعد البيانات الخاصة بقوام الانتظار اللي حضرتك بتتابعها بشكل يومي او 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 العلاج عن نفقة الدولة او التأمين الصحي. ليه في محافظة فيها عدد عمليات الرمض اكتر من التاني؟ فبنقدر نبحث وراء الاحداث من خلال قاعدة البيانات. هنا التطبيق اللي احنا ممكن من قاعدة البيانات الموجودة اللي بتتحمل من المستشفيات على مركز البيانات على الحوسبة السحابية نقدر ان احنا في ساعتها نقدر ان احنا نحلل البيان ده ونقول ان انا عايز اعمل مستشفى رمض في المحافظة دي، عايز اعمل مراكز غسيل كلى في المحافظة دي، عايز يعني ادرس اسباب حدوث الامراض دي اللي هي ممكن تكون بعيدة عني. فالخريطة الصحية لمصر كلها ممكن تكون معتمدة على تحليل البيانات الضخمة اللي موجودة هنا. انا عايز اقول لك على حاجة وصحح لي، انا متصور ان النظام ده يسمح لك بتشخيص اكثر كفاءة من خلال وبتقليل عدد العاملين في المستشفيات. بالظبط يا فندم، اذا كنت انا فاهم يعني النهارده انت هتقول لي بحجم العمل بحجم المتخصصين والاستشاريين الموجودين انا مش هخلي في كل مستشفى العدد ده كله، انا هقدر النهارده من خلال النظام ده اخلي البيانات بتاعت المريض الجديد اللي لسه داخل تتعرض على حد بعيد عنه خالص وهو يقول له التشخيص يعني كده. المركز دلوقتي قرايه الاشعاعات يا فندم يعني مش بالضروره كل مستشفى يكون فيها اخصائي للاشعه المقطعيه او اشعه الرنين، بالعكس احنا عندنا مركز واحد قاعدين فيه ناس وممكن يحصل التواصل ما بينهم حتى على مستوى التليفون الذكي وهو قاعد بتنقل له صوره الاشعه دون ان يكون هناك متخصص في وحدة الأشعة اللي في المستشفى اللي في الوادي الجديد، ويتم قراءة الفيلم وكتابة التقرير بدون أن يكون ويضاهي بحالات مماثلة ويدي من خلال إذا كنت أنا فاهم برضه مش كده؟ فالناس اللي عملته بره عمرو عملته استفادت منه في تكلفة التشغيل يا جماعة طبعا عشان ترد عليه تقول لي هندفع 2 مليار أو 50 60 100 مليار إنما إحنا لا مش بس توفير كام أنا كفاءة العمل اللي أنا هحققها هتبقى مختلفة عن اللي احنا فيه دلوقتي. بالظبط يا فندم، يعني الذكاء الاصطناعي النهاردة في منظومة اسمها منظومة تحليل الصور، انا اقدر ان انا اخد مثلا صور الاشعة المقطعية، احنا مثلا عاملين على مرض تآكل القرنية السكري نسبة دقة تصل الى اكتر من 96%. يبقى انا بشخص المرض في الاول وبعدين بعرض على الطبيب بس لكي يعتمد النتيجة. ده في منتهى الأهمية، الهدر في صرف الدواء في منتهى الأهمية، الهدر في إجراء الفحوصات مرة واثنين وثلاثة كل مرة المريض ينتقل جودة الخدمة ده أهم حاجة. مركز البيانات يقدر يخزن مثلا 10 مليون صورة زي دي في الكورونا ما بقوش يصح، يعني تشخيص الكورونا كان مجرد أن أنا بدخل على الجهاز صورة الأشعة المقطعية على الرئتين يقدر يطلع من ناحية تانية إذا كان ده كورونا ولا مش كورونا نتيجة إن التشابه وتطابق الشكل الأشعة. فبالنسبة زي ما حضرتك بتقول لو أنا ما عنديش قاعدة بيانات كبيرة أقدر أحمل عليها ودي بتاخد حمل كبير في أي سيرفر أو أي خوادم، لازم يكون عندي قاعدة بيانات أقدر إن أنا أو خوادم أقدر إن أنا أحمل عليها عدد كبير جدا من الصور اللي أقدر معاها تطبيق الذكاء الاصطناعي أقدر أطلع بيها بنتائج وأحسن. كملوا دراساتكم ونتكلم تاني. خدها. مركز الحوسبة السحابية الحكومية باستفادة فندم من امكانيات الحوسبة السحابية الحكومية اللي عرضناها على سيادتك، ده مكننا ان احنا نبني المنصة الرقمية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث داخل المركز. المنصة فندم بتقدم خدماتها على محورين رئيسيين، المحور الأول هو صناعة واتخاذ القرار بتحليل البيانات الكاملة فندم، زي ما احنا شايفين قدامنا هيكون أمام متخذ القرار كافة بيانات قطاعات الدولة المختلفة، الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة،
المناطق اللي ممكن تكون مصدر تهديد نتيجة طبيعة الصناعة زي محطات البنزين وخطوط نقل المواد البترولية. باستخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء هيظهر أمام متخذ القرار الأماكن اللي ممكن تكون مصدر تهديد. بكده هيكون أمامنا يا فندم إنذار مبكر فعال على مستوى الدولة بيوضح أمام متخذ القرار نوع الخطر والتهديد إيه، مكانه فين المحتمل، إمكانية حدوثه فين في أقاليم الجمهورية المختلفة، الوقت اللي هواجه بيه الموقف ده قد إيه. المنصة فندم بتوفر الأحداث اللي بتحصل على مدار الساعة أمام الأحداث الهامة أمام متخذ القرار، تصنيفها وتوزيعها ونسبة حدوثها على مختلف محافظات الجمهورية زي ما هو ظاهر في المؤشرات الأداء هنا. هنا فندم بيظهر لي الموارد البشرية المتاحة في المحافظات والوزارات اللي شغالة على الموقف دلوقتي، الموارد المادية إمكانياتي منها قد إيه، المتاح قد إيه، المستخدم قد إيه. ده بيساعدني إن أنا أخد قرار في الدعم الموقود. كمان يا فندم المنصة بتظهر أمام سيادتك متخذ القرار أكتر منطقة متأثرة بالأزمة فين بالظبط، حدودها إيه، إيه البيانات الكاملة اللي بتتم حاليا، آراء وتحليل المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي. ضيف إليها أنها تقدر تدي رسائل تحذيرية للمواطنين من خلال شبكات المحمول المدني في المنطقة المتأثرة، أديهم تلقين، أديهم توكيه، أو أنفي إشاعات، تقرير تعافي كامل بالموقف من كل الأزمات المختلفة بكل البيانات التفصيلية واللازمة. وبيدي الذكاء الاصطناعي أمام سيادتك إيه الموقف قبل وإيه المواقف اللي اتحلت وإيه اللي لسه متبقي وإيه الإجراءات الإضافية من الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يقدمها ومؤشرات أداء للجهات المختلفة. المنصة بتدعم التفاعل الإيجابي ما بين متخذ القرار بمستوياته المختلفة مع المواطن. هنا يا فندم بيكون في تقارير مميكنة عن احتياجات المواطن، خريطة تفاعلية عليها كافة الإمكانيات والقدرات، في مؤشرات أداء عن تعامل العناصر المدنية لحظيا مع المواطن. المحور الثاني يا فندم والأهم هو محور المواطن. فالمواطن يا فندم باستخدام الذكاء الافتراضي الذكاء الاصطناعي هيكون فيه موظف افتراضي هيتلقى كافة اتصالات المواطن من مصادرها المختلفة ومن تطبيق الطوارئ، يقدر من هنا يحول النص المسموع الى نص مكتوب. ده مهم جدا علشان يعالج الاخطاء البشريه، وبعد كده هيضيف عليها كافه بيانات اللازمه ونبدا ويحولها لقاعده البيانات الذكيه اللي هتبدا تعالج وتحلل هذا الموضوع علشان يوصل امامنا ان يبقى في خريطه حقيقيه لاحتياجات والتهديدات المواطن على مدار الساعه ولحظيا. وهي اوامر يا فندم. ده استلام ده سيادتك الطوارئ والسلام. شكرا. تكامل مع أقل ده اللي خاص بي.
لسه هنرجع لمركز البيانات ولكن شبكة السلامة العامة اللي سيادتك شرفتنا بيها واللي سيادتك أمرتنا أثناء الافتتاح السابق إن إحنا حاضر تمام. المركز من كده ماشيين في الممر بين المركز والكنيسه. هنا سيادتك بنبص لده يمكن حجم الستينات وده شيء كبير وصولا لوقت ما سيادتك بتقول لنا ان احنا نركز هذا المركز على اعلى مستوى في التكنولوجيا الحاليه والمستقبل وصولا وصولا ان شاء الله باذن الله وصولا ان شاء الله الصوره دي فعلا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي كتير قوي بيتكلموا فيه. طب الذكاء الاصطناعي بيقدر يحلل البيانات ولا ما بيحللش البيانات؟ هو بيعتمد على تدفق البيانات العاليه والكبيره من كل جهات الدوله سواء من مراكز بيانات اخرى مراكز بيانات او من ريسورسز بره يعني الاي تي اس بنتكلم على الاي تي اس كاميرات حساسات يبتدي هو نعالجها هنا في الداتا هاب دي يا فندم في المركز هنا ثم نطلع بيها بمخرجات تبقى قادره على تنفيذ البيانات المطلوبه وتحسن الاداء سواء للحكومه او للقطاع الخاص. بالنسبه لهنا يا فندم النقطه المهمه
عايز يطلع شهاده ميلاد، عايز يطلع اي كان، عايز يطلع شهاده ميلاد، 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 عايز يطلع شه